تتفنن أم هريرة صاحبة 72 عاما في الولوج لعالم الإنترنت بما في ذلك مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فايبر وكذلك واتساب. نتابع جانبا من يومياتها مع جمال الدين بوشة. أم هريرة في عمري 72 سنة، جزت في مرحلة الحياة كاملين، وكل مرحلة تاع الحياة تاع الإنسان فيها لذة وفيها عندها خصوصياتها. وهذا العمر هذا ولو راني أنا مريضة ما يهمش، كي نقدر نخرج كي ما نقدرش ما نقدرش، كما يقولوا الكور طونك يا دلا في يا دليسبواغ. انا عندي الفايبر واتساب وليدي، عندي وليدي عايش في الخارج، والفايبر على بالك لا كونيكسيون عندنا شويه عيانه. الفيسبوك بيه اللي عرفت، يقول لك الفيسبوك ماهوش مليح الا ما كان استعملته في حاجه واحده اخرى، ولا بد ماشي مليح. أنا عندي الانترنت نافذة على العالم، يعني تنجم تاخذ منها حاجات كثيرة. أنت راك قاعد في دارك في كرسي ويجيوك معلومات من العالم بأسره، ها؟ علاه تخلي؟ ولا بود فيه المليح فيه البوزيتيف فيه نيجاتيف. علاش نقول نت اي با نت؟ عندي الصباح ولا من بعد الفطور كي نكون نشرب قهوتي نحط كونيكتي، نشوف واش كاين واش ما كانش، نهضر مع الاصدقاء. عندي بزاف اصدقاء من ولاو كل عائله من الفيسبوك، والله غير من الفيسبوك. قلوبكم ويديكم يا دي بنتي تعيطوا. الو واش بوك الواتساب الفايبر وما يشبه ذلك؟ اما انا قالوا لي ورينا كيفاش ديري. راني نوري لهم ماشي نعمه هاد الانترنت اللي يعرف يستعملها. وللان عليك سيدي زامي، وهنا كيف قلت لك عندي عائله بكملها باليمات البابات الله يرحمه، الخوت الله يرحمها، ولادهم كامل دوك اصدقاء نعتبرهم كي عائلتي. منين ما كنتش نعرفهم؟ ها الانترنت الفيسبوك. انا راني مرا كبيره، كي ندخل في لاباج ديالي ولا في اي حاجه يخرجوا لي دي فنتر. بصح لا نروح لا حاجه خطيتني، ما ديناش لي خطيني راني عارفه اللي ما يلزمش. مي كاين هنا اللي يتحداو. كي سمعت هذه ضربه الحوت الازرق صدقوني حبيت ندخل في الحوت الازرق، ما تقبلونيش، ما عندهم حتى معلومه عليا، ما خلونيش pour accéder impossible. حاولت والو. محمد، لجداتنا نصيب من مواقع التواصل الاجتماعي. يجبنا استعمال الفايبر والواتساب، ويجب أن كل تكون وسائط أكيد على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. الفيسبوك متابعات وفيات.